السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى وأجمل وصفة رز، أو وبشوية تكات صغيرة خالص هقولك عليها تعمليها عشان يطلع معاك الرز بالمنظر ده، كده مفلفل من بعضه كده وسايب خالص واحدة من واحدة، مفيش حاجة لازقة في بعضها. يعني هي حاجات صغيرة خالص بس هتفرق معاكي، عمره ما هيعجن معاكي تاني ولا يبوظ منك ولا يطلع معاكي فيه اي غلطة، بل الكل هياكله ويحلف بيكي. هنحتاج معانا ان شاء الله طبق فيه شعرية وواحدة مرق الدجاج، يعني الشعرية على حسب ما انت حابة تحطي، يعني حابة تكتري في الكمية بتاع الشعرية كتري، مش حابة خلاص. ومعانا طبق فيه نص كيلو رز، ومعانا الحلة حطيناها في معلقتين زيت، لو انت حابة تحطي زيت وسمنة حطي معلقة زيت وحطي معلقة سمنة، ما تكتريش في الكميات بتاع الدهون بالذات. هنغسل الرز بقى ان شاء الله، وبعدين هنولع البوتاجاز ونحط الحل عليه. احنا كده حبايبي حطينا الحلة على البوتاجاز، وبعدين سيبنا السمنة او الزيت بتاعتنا تقدح شوية، وبعدين نزلنا بالشعرية نحمرها. وكده حبايب الشعرية اتحمرت، هننزل عليها بالرز. وبعد ما قلبنا الشعرية مع الرز وسيبناه دقيقتين عشان بس نشوحه شوية، هننزل بواحدة مرقة دجاج وهنحط معلقة ملح، ولو عايز مننا حدق تاني نزود. احنا كده حبايبي زودنا الرز المية، عشان تعرف الرز بتاعك برضو محتاج مية ولا مش محتاج وقفي في المعلقة. ان وقفت المعلقة كده، لان في ناس مش عارفة الرز بيقبل مية ولا لا، لان الرز انواع، ففي ناس مش عارفة هو بياخد مية كتير بياخد مية شوية الكلام ده، فانتي وقفي معلقة في قلب الحلة كده بعد ما زودت الرز مية، وما تنزليش بكمية المية كلها. كل واحد عارف الرز بتاعه بيقبل مية او ما بيقبلش، او لو انت شارياه ومش عارفة خالص زودي المية حبة حبة ولحد ما توقفي المعلقه وتقف بالشكل ده. ان وقفت المعلقه كده كده الرز تمام، مش محتاج مننا حاجه. اول 5 دقايق بس هنسيبه عالي عليه، وبعد كده هنوطي عليه خالص على اهدى حاجه في البوتاجاز. يعني هو كده انا سايباه عالي، هغطيه بقى واسيبه، وبعد 5 دقايق هوطي عليه. وكده حبايبي خلصنا الرز وعملناه سوا، ما خدش حاجة، وعرفنا ازاي بنسوي الرز وبيطلع معانا بالشكل ده، بيطلع كده مفلفل من بعضه وسايب خالص، مفيش حباية ماسكة في التانية. وممكن تقدميه مع كرات البطاطس دي، انا عاملة لها فيديو موجود عندي على القناة ممكن تشوفوه، بتبقى ناشفة كده وجميلة. سمعين القرمشة عاملة ازاي؟ ودي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى منكم من الاول مره يشوفوا القناه يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.